إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا بيحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد زمنت العيش ليس الموت يأتيني جاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فردت في ديني ويا بيحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسيني ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأذيني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني